تحية لكم وتحية لآل الجندي اللي صبحنا الحمد لله كنتميو إليهم. هذا بتصريح الدكتورة هاجر الجندي. هذا الملتقى اللي يعني هو الحمد لله أنا اعتبرته فكرت فيها أنه قاطرة إلا بغينا نقول القاتلة الأولى اللي غادي تجرنا مجموعة ديال العربات الفنية المسرحية مشاريع ثقافية الاقتصاد الثقافي الهندسة الثقافية اللي في الحقيقة بلادنا بحاجة لها والميدان الفني كذلك. هي فرصة كذلك للتلاقي لأن مجموعة ديال الأصدقاء اللي شحال ما صلنا معهم الرحم وتمنيت انه كان يعني فنان اخرين ربما عندهم انشغالات عندهم تصوير باش نرجعوا للملتقى. الملتقى يعني هو نافذه وهو بوابه كبيره اللي غادي ان شاء الله تشق طريق المستقبل المسرحي والفني بالبلد ديالنا. تنشكروا الاستاذه الدكتوره هجر الاستاذ انور الجندي اللي في الحقيقه دابا العبء راه عليهم بجوج. كنشكروا كذلك وزير الثقافه اللي لولاه لما خرج الوجود هاد العرس الفني اللي في شقه العائله الفنيه. وكنتمنوا عائلات كي قالت الاخت هجر عائلات اخرى يتم تكريمها ويمكن ان مثلا مؤسسه الطيب الصديقي مؤسسه الطيب العلاج والى غير ذلك. الادوار هناكم انا تجربه متواضعه في الحقيقه ولا زلنا ونعتبر دائما نتعلم. يعني الفنان او المسرحي هو دائما تلميذ امام كل دور جديد كما قال السيد طيب. نرجعوا للادوار. الادوار خلاص كانت القفزه الحقيقيه في سلسله عائله بونضيف اللي كنشكروا مؤسسه محمد السادس وشركه عليان اميره الجليله لاله حسنه اللي يعني قاموا بواحد المجهود كبير باش خرجت للوجود. كانت سلسله ناجحه لان كان ديك كابسيل ديال 3 دقائق وتمنينا ان تكون يعني جزء ثاني منها. كذلك سلسله الحسين والصافيه فيلم البايره كانت واحد المشاركه بسيطه مع السي عبد الرحمن التازي اللي في الحقيقه في السينما كانت البدايه مع السي عبد الرحمن التازي. سي عبد الرحمن التازي في فيلم البحث عن زوج امرأتي وكنت كومبارس يعني كانت منافسته كتظل هي وسعاد خير تقول لها شوفي على باطوز دايز وهذاك الباطوز هو انا واخا دابا راني نقص شويه. الفنان دائما يتوق الى لعب ادوار جديده ادوار ديال المغامره ولو ادوار الحركه شويه بحكم الوزن الثقيل. احنا دائما باش ما يبقاش الفنان نمطي ولكن تكون عندك واحد الحلم انك تلعب ادوار جديده دوار ما بقاش لعب يعني دائما داك المغفل داك العريس اللي يعني عريس الغفله او مثلا كوميدي. نحاول ان نلعب شي دور مركب تراجيدي دور يعني عميق. وفي الحقيقه دابا هاد المخرجين جداد مازال ما تحت الفرصه كنا اشتغلت مع مخرجين كبار وحتى الجيل الجديد انا بلا ما غنذكر الاسماء. نتمنى ان الانسان لان كل مخرج كيسقلك الموهبه ديالك بحال الا واحد لاباط كتقادها يعني كل مخرج كيقاد لك واحد الجانب بحكم التكوين ديالو بحكم الميولات والاتجاهات والمدارس اللي كينتميو ليها. اذا الا خدمتي مع بزاف ديال المخرجين كتكون عندك مجموعه من الا بغينا نقولوا ديال التجارب اللي تدوز من عندهم لعندك انت كممثل. ودائما الممثل الباحث كما نقول تيخص دائما الممثل يتجدد وتيخص لونتروتيان كي تنقولوا وما نبقاوش متقاحزين ما نقولوش فلا انا لعبت في مجموعه الادوار صافي راني واجد راني كي تنقولوا مجهد. ولكن تخص دائما تدريب القراءه البحث مشاهده اعمال يعني وتجارب عالميه. ولو انا بعض الاخوان تنقولوا لا ما غنشوفوش غير الجيد نشوفوا المتوسط ونشوفوا المستوى الجيد ونشوفوا حتى المستوى المتدني وهو راه في الحقيقه ماشي متدني ولكن هذيك التجربه باش كناخذوا وكنستافدوا. بحال في الاكل يمكن الذوق الجميل لذيذ مسوس باش كتولي تعرف كتولي تميز. وسمحوا لي على الاكل ما دمنا حنا هنا في مطعم ديال السي عبد الله فركوس اللي تنتمنى له كذلك تنتمنى حتى هو من المخرجين هو صديق ديالي وكيما زال ما تحت اني نخدم تحت الاداره ديالو كمخرج. شويه عندي موقع عندي يعني كنا نقولوا كونت في الفيسبوك ولكن الانستغرام مازال ما
انا كنامن يعني بالتجديد وكنامن بان الانفتاح على هاد لان هاد المواقع التواصل الاجتماعي كيوتيوب كغيره يعني كتعطي متنفس للممثل والمبدع بصفه عامه وتيمكن يكون هو افضل من التلفازه. الا لاحظنا مجموعه المخرجين لا داعي لذكرهم انهم هاد العام يعني في السلسله الرمضانيه خدموا في اليوتيوب وكان نسبه المشاهده اكثر، بمعنى خص نفتحوا وخص يعني تصميم هذه الهندسه الثقافيه او التسويق الاقتصاد ما بين الابداع كما كان ندوى هذا النهار، يعني الاقتصاد الفني الابداعي كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا كيفاش نحبوه للجمهور، لان الجمهور هو يعني هذيك هنا بغينا نقولوا هو ماشي الرئه الثالثه، هو يعني هو كل شيء، راه لولا الجمهور ما غاديش يكون المبدع، ولان شكون اللي غيستهلك الماده ديالك الماده الابداعيه هو الجمهور. سيدي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في بلدكم الكبير المغرب، تحيه كذلك لجمهورنا في الجاليه اللي مع السي انوار تحتنا فرصه ان لان اللعب في الخارج ماشي هو داخل الوطن، الخارج تيكون هناك غربه تيكون هناك بعد عن الوطن، اذا حنا بحال الا تنديو لهم او الفرق اللي كتمشي تعرض بحال كنهزوا المغرب وتنديو لهم، وهذا الشيء بشهادتهم وتاثر وتنشوفوا ذاك الدموع ديال الحب ديال البلد. انا كنهضر معك وداتي راه تقشعر في الحقيقه، تحيه للجاليه المغربيه لانها جاليه تتعشق الفن وتتعشق البلد، وتحيه لكم جميعا.